هكذا كان هذا الشارع، وهكذا أصبح بعد إزالة التجاوزات عنه. خطوة هي الأكثر جرأة في ملف التجاوزات بفتح شارع السوق الكبير ومقترباته في مدينة الحلة، حيث أغلق منذ عام 2003 لدواع أمنية. مئات البسطيات المتجولة أزيلت من مكانها، وتم فتح الشارع أمام السيارات والمارة، وخلقت بيئة هذه بيئة غير صحية، يعني بيئة غير سليمة بالمطلق، خرجت خارج السيطرة، يعني سواء على مستوى الخدمات البلدية وعلى حتى الصعيد الأمني. فكان لزاما أنه ترفع هذه، تأهل هذه المنطقة بشكل لا أقوى، بشكل حديث. منطقة الصوب الصغير هي بالأساس متعارضة مع مشروع تطوير شط الحلة، دفعتنا إلى إيقاف المشروع لفترة من الزمن، وحاليا استأنف العمل المشروع. بلدية الحلة من جانبها وفرت أماكن بديلة لمن تم رفع تجاوزاتهم من شارع السوق في 3 مواقع، أبرزها بناية الأسواق المركزية المغلقة منذ سنوات، لتكون بدينا لهم لقربها من السوق، مراعية الجانب الإنساني لأصحاب البسطيات. احنا من بداية الحملة واحنا نهيئ مواقع بديلة لأصحاب البسطات وأصحاب الأكشاك اللي تم رفع تجاوزاتهم، منها ما تم تهيئته بالكامل مثل الساحة اللي بالسوق العصري، كذلك ساحة في سوق الحطابات، أيضا كان هناك مقترح سوق العصري هذا والسوق الأرز القديم، على اعتبار أنه هو للبلدية ومساحته تفوق 600 متر 4 طوابق. ويصف أهل الحلة مدينتهم بأنها أم التجاوزات، إذ تحمي المتجاوزين جهات متنفذة، فيما تسعى الحكومة المحلية بدعم من رئاسة الوزراء إلى رفع كل التجاوزات على الشوارع والأملاك العامة. من محافظة باب الحيدر الشلبي، UTV.